48 سنة على انطلاق المسيرة الأخرى. اليوم 6 نوفمبر من كل سنة المغرب يحتفل بهذه الذكرى الغالية لاسترجاع أقاليمنا الجنوبية. حنا تنحتفلوا بصيغتنا الخاصة وباستحضار البعد الأكاديمي في هذا المعرض ولا في باقي فقرات البرنامج اللي غتكون على امتداد 20 يوم أو هذا الشهر. هذا المعرض كي تشوفوا تأرخ يعني الروابط التاريخية بين الدولة المركزية اللي تتعمر 12 قرن في ما يسمى في الأدبيات التاريخية بالغرب الإسلامي. هاد الوثائق هادو كي تشوفوا من خلال بغينا نوصلوا من خلالها هذا الارتباط التاريخي ديال الأقاليمنا الجنوبية والسكنة ديالها من القبائل بالدولة المركزية في عهد الفتوحات ديال مع الدولة الأموية اللي يعني أقامت نظام إمبراطوري في الغرب الإسلامي والأندلس أو مع الأدارسة وباقي الأسر لحكمة المغرب من المرابطين المرينيين الموحدين ثم الوطاسيين والسعديين والدولة العلوية. من خلال الخرائط اللي تتشوفوا تتبان بأنها الأرض ديال الجنوب كانت أرض لها سكنة، يعني ماشي بالشكل اللي مطروحة عند أعداء الوحدة الترابية اللي تقولوها كانت أرض خلاء وراها، بالعكس هي كانت أرض ساكنة فيها سكنة مرتبطة بما يسمى في الآداب السلطانية بالإمامة الكبرى عبر البيعة وعبر يعني والإمامة الكبرى احنا تعرفوا يعني مرتبطة بالتدبير السياسي للدولة والطغور والخريطة، يعني واحد السيادة ديال النظام الإمبراطوري الإسلامي في الغرب في اللي اتسع حتى النهر ديال 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 الساحل العاج أو ديال السنغال عفوا. دونك من هنا حتى للسنغال راه ماشي بقات الأمور عندها علاقة عيد الكويرة وتندوف وغيرها، بالعكس راها يعني الخريطة تتسع إلى لضم يعني ساكنة يعني الآن راها داخلة تحت اللواء ديال أنظمة أخرى بحال المالي وساحل العاج والسنغال إلى آخره وحتى السودان وكذلك عندنا وثائق تثبت هذه العلاقة التاريخية وهذه الروابط هذه اللي فيها روابط دينية. كانت الخطبة ديال يوم الجمعة كانت ترفع أكف الضراعة للأمير المؤمنين ديال اللي كاين في المغرب في فاس أو في إحدى العواصم مكناس أو إحدى العواصم اللي كانت هذاك الوقت على حسب كل دولة اللي على حسب الدولة فين دايرة الإقامة ديالها والسيادة ديالها والعاصمة ديالها. كذلك كاين واحد العدد ديال الوثائق أخرى اللي فيها تبادل رسائل تثبت هذه العلاقة التاريخية ديال المناطق ديال الصحراء بالدولة المركزية.